السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل محافظ المثنى أحمد منفي جودة يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والمعاهد والجامعات في المحافظة من يوم السبت المصادف 7 آذار وحتى يوم الخميس المصادف 12 آذار. محافظ بابل يقرر تعطيل الدوام للمدارس والجامعات لغاية 3 أجزاء من 15 لغاية الآن الأسبوع القادم عطلة في المحافظات التالية: بابل، المثنى، صلاح الدين، النجف، البصرة.